هذا الشيء يريد أن يؤكده أريستوفيتش وهو مستشار لمدير مكتب الرئاسة الأوكرانية. ولكن طبعا كذلك هذا خطاب سياسي أكثر منه خطاب استراتيجي ممنهج الحقيقة. أن لماذا هذا الخطاب السياسي؟ يعني مرة أخرى لكي نفهم مرة أخرى الشأن الداخلي في أوكرانيا دكتور أوراغ، إذا ما كان خطاب الرئيس زيلينسكي خطابا سياسيا داخليا ورسائل للشأن للشعب الأوكراني ورسائل داخلية، أو حتى المستشار الآن يوجه رسائل للشأن الداخلي، هل هناك تخوف الآن من تمزق الجبهة الداخلية في أوكرانيا، أيضا من يدعم الرئيس إن كان من أحزاب أو حتى من سياسيين وعسكريين؟ هذا ربما كنا نتكلم عن هذا الموضوع قبل النجاح الذي حققته القوات المسلحة على جبهة خاركوف، وكذلك الدعم الحثيث الذي بدأ يأتي من الغرب. يعني تجاوزت أوكرانيا هذه العتبة وهذا التخوف وهذا الخط، يعني الخط الذي ربما سيؤدي إلى مشاكل مع المعارضة. لكن في الحقيقة الرئاسة الأوكرانية والدولة الأوكرانية والشعب الأوكراني الآن منسجم وملتف حول الرئيس وحول القيادة السياسية. ما نشاهده في الإعلام وفي الشارع، هناك طبعا أصوات ولكن خافتة نوعا ما بشكل معارض، لكن لن تعمل الجو مثل ما يقال هنا بأوكرانيا، لن تخلق الأجواء، فهي فقط تبقى يعني مهمشة نوعا ما ولا يسمع لها. ولكن الخط العريض مينستريم هو مع الرئيس الأوكراني وليس هناك تخوف. أما عندما قلت أن الخطاب موجه داخليا، واضح، لأن يجب أن يكون هناك عمل بطابع وقائي بطابع تنظيمي من أجل لم وشحش الجبهة الداخلية، وهي مهمة بالنسبة للعمل الخارجي كذلك. طيب سيد دكتور أوراغ، أيضا إذا ما عدنا لنظرة سريعة معكم في ختام الحوار بخصوص مستقبل القريب للحرب اليوم مع تقدم في خاركيف، هل يمكن يعني القول بأن هذا التقدم اليوم في تحقيق يعني خرق للجبهات والدفاعات الروسية في جبهة خاركيف، هل نحن الآن بالفعل نعيش مرحلة جديدة من الحرب الروسية بينما كانت القوات الأوكرانية هي المدافعة الآن هي المهاجمة؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة للاستراتيجية الأوكرانية في التقدم ومسألة حسم الحرب؟ يعني نعم، نستطيع أن نقول أن نحن الآن في طور جديد لهذه الحرب، وحتى أن لو سمعنا لما أكده الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، وهو أكد إذا كان سابقا يستعمل عبارة العملية العسكرية الخاصة